خبينا كيف تعرفت على ناجي؟ تعرفنا عليه كنا صغار بعدنا بالمدرسة، تعرفنا على بعض وشوي شوي تطور كنا أصدقاء وتطورت العلاقة. هيك صارت ماشي تتهنى. قلنا تقريبا 20 سنة مع بعض. أوف كثير هيك ولو خبينا اليوم شو الصفات يلي جذبتك فيه لناجي وبتحبيها أكتر شي فيه؟ هاتي لشو لا بعتقد كل العالم تعرفه ناجي واضح. والله بقى انت بتحبها كتير. شو بتحبني؟ بتموت فيني من عيونة حاسس. يعني شخص واضح وطيبة قلبه كتير يعني. أنا أصلي شخصيتي قوية مع الحريم بالذات فظيع. من أول لحظة هيك بتحس فيه جواته هيك حدا بريء، هيدي البراءة كتير شدتني فيه. لا ده انت شفتيني كده، شفتنيش بالبيجامة رهيب. هيدي البراءة كتير شدتني فيه. فيه هو عاطفي شوية. بس اكيد في شيء بيزعج، ما تقولي لنا انه بسقر عصبي شوي. وانا سعادتك حتشوف اخلاق ما حصلتش. طبعا انا ححريك اخلاق. ايوه يهمني اخلاق وحفرجك بقى. طبعا بس انه بتتعودي بتتاقلمي يعني، بعد الاوقات فيها تفهم يعني من الطرفين يعني بتتخطيهم مع الوقت. يا عيني على الجمايس لما تتقابل، يا عيني يا جاموسي.